كبيرة يا سيدي زينب، عايزين نقول لك منورة الدنيا. سؤال مهم النهارده، هل يلقى مهرجان الإسماعيلية الدعم الكافي انه ينافس المهرجانات اللي موجودة في الساحة المصرية عموما؟ والله هقول لحضرتك إجابة ما اعرفش متوقعة ولا لا. الدعم الكافي عندنا من البشر، يعني دعم بشري حقيقة، انما دعم مالي يعني للأسف يعني قليل جدا. والسنة دي بالذات كان في ترشيد وكان في يعني محاذير كتيرة، فإحنا الدعم الأساسي دعم بشري. وبالمناسبة الدعم والمساندة يعني الهامة جدا جدا جدا، واللي بشكر جدا 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 عليها كانت معالي وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم. حقيقة يعني لولا دعمها ومساندتها يعني كان هيبقى في إحباط غير عادي يعني، وكان في صعوبات ويعني كان في مشاكل كتير الحقيقة. لولا يعني وقفة معانا ومساندتها زللت حاجات كتير جدا جدا، فأنا بشكرها. والحقيقة أنا يعني كنت عارفة أنه هتعمل معانا ده، لأنه مش غريب عليها يعني، هي فنانة بالمقام الأول، فحاسة قد إيه أننا بنحب السينما وأننا عايزين نعمل حاجة حلوة من خلال المهرجان. فالحقيقة المساندة كانت كبيرة جدا منها، ويعني أنا بشكرها جدا 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 وماما شكرت يعني الحقيقة. يعني عالم السينما التسجيلية ممكن في يوم من الأيام يكون مربح زي السينما التجارية؟ والله أنا أتمنى، لأنه الحقيقة هو عالم ليه خصوصية وليه خيال وليه إبداعه، فيعني أتمنى أنه يحصل ده. وياريت يعني نبتدي نعمل ده، يعني أنا بحاول انه يبقى في بروتوكول اننا نعرض الافلام القصيره التسجيليه بتاعتنا خلال القنوات كلها، القنوات المختلفه يعني قناه الحياه، قناه سي بي سي، كل القنوات يعني. نبتدي شويه بشويه نعرف الجمهور ونحبب الجمهور، لان دي افلام ذات طبيعه خاصه، اعتقد ممكن تلاقي هوا في نفس ناس كتير يعني. من التجارب اللي اتكلموا عنها مؤخرا وتقريبا كتبتيه فعلا حليم كريم 2، بس ماديا بقى صعب قوي تنفيذه، الكلام ده مظبوط؟ يعني انا مش الحقيقه مش حابه اتكلم على حاجه خاصه، يعني شغلي الخاص ده موضوع تاني يعني. يعني اتمنى يعني في محاولات انه يتنفذ، فاتمنى ان شاء الله يعني محاولات تلاقي صدى ونتيجه ان شاء الله. هل ممكن باي حال من الاحوال تغيير الابطال او تغيير حد من العناصر الرئيسيه في الفيلم؟ مش هيبقى حريم كريم 2، ما تسميه حاجه تانية يعني. ايه الصعوبات اللي بتواجه التجربه لحد دلوقتي؟ لا هو يعني اي حاجه بتبقى ليها جزء تاني، مبدئيا بيبقى انت محتاج ممثلينك اللي عملوا الجزء الاول يكملوا معاك. فيعني في ناس سافرت، في ناس مشغوله، في ناس اجورها غلط بالظبط، اكيد يعني اتغيرت اماكنهم على الساحه الفنيه، فكل ده بنحاول نوفقه علشان يبقى في جزء تاني. مين ممكن يبقى مكان طلعت زكريا؟ محدش ممكن يبقى مكان طلعت زكريا. طبعا طبعا. ايه الجديد ممكن لحضرتك كمان بخلاف حريم كريم؟ لا خليني ما اكلمش على حاجه خاصه. اللي انا الجديد اللي انا بقوله ان انا بحاول من خلال المركز اعمل افلام تسجيليه لمخرجين والناس عزاز على قلبي وليهم تقدير خاص عندي، زي الاستاذ سمير عوف. يعني الحمد لله نجحت في اني استقطبه لانه يشتغل معانا فيلم، وانا سعيده جدا جدا انه هيبقى معانا. واتمنى يبقى في اكتر من حد ليهم اسماء زي استاذ علي الغزولي. في الحقيقه ناس كتير جدا يعني هيضيفوا للمركز بوجودهم مره تانية معانا، وده اللي اتمناه في الفتره القادمه ان شاء الله. ملك التوفيق. ميرسي.